تفضل. سامعني استاذ وليد؟ ايوه تفضل. بداية السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. انا محمد عراقي شيعي. تفضل يا استاذ محمد. رب ما يزيد فضلك. انا عندي بس اربع اسئلة اريد رايك فيهن، ومن خلال رايك راح اخذ قرار. يعني عندك أربع أسئلة؟ أي نعم. تفضل. عندي السؤال الأول، شنو يعني لك الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ علي بن أبي طالب، شلون شايف من علي بن أبي طالب؟ نعم، رضي الله عنه وأرضاه أحد الخلفاء الأربعة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه زوج فاطمة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أبا الحسنين. علي بن أبي طالب له من العلم وله من الفضل من نقول عليه رضي الله عنه أرضاه. علي بن أبي طالب نعتقد أنه في الجنة، كما أن الحسنان في الجنة، كما أن فاطمة في الجنة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه محبته من الإيمان. هذا هو علي بن أبي طالب عندنا. حلو، زين. بالنسبة لفاطمة الزهراء عليه السلام، فاطمة رضي الله عنها وأرضاها أم أبيها، ما تخطئ مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا جما. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف لها إذا أتت، وكان يجلسها بجانبه دائما. فاطمة رضي الله عن فاطمة أم الحسنين. زين، هل انظلمت؟ ظلموها الصحابة؟ هل ظلمها الصحابة؟ لم يظلمها أحد، بل هو افتراء على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ففاطمة لا تظلم في ظل الصحابة، فاطمة لا تظلم في ظل الصحابة. اوكي، هسه زين. اكو شغلة يعني انا البارحة وشفت المناظرة، والصراحة يعني انا شيعي قلت لك، وزوجتي شيعية وعندي ثلاث اولاد ومعلمهم على الصلاة ونصلي شيعة. بس البارحة يعني اكو موقف كان من قبل المشاهدين اخواننا السنة، بحيث جرحونا هواي جرحون، يعني قاموا يغلطون علينا، اللي شبهنا بالكذب، اللي قال ما عنده عقل، اللي قال هذول شلون عايشين هذول. زين اوكي، ليه جاي يغلطون على الشيعة؟ يعني انتم مشكلتكم ويا المعمم. انا الثاني انسان شيعي، انا المعمم اللي انت البارحه حكيت وياه وعد اللامي ما عرف يجاوبك بانصاف، ما عرف يجاوبك، ما عرف يحكي وياك. حجتك كانت اقوى من حجتك، الداعب بالنصر والكذب مبين عليه. بس ليش غلطتوا؟ ليش تضغطون على الشيعه؟ ليش اللي طلع واحد شبهنا ليش اللي يقول عقول ما عندهم؟ وانت يعني مع الاسف يعني تتمنى من عندك انت توضح هذا الشيء، وتريد تقول يا جماعه لا تضغطون على الشيعة العام. هي القضيه ان حقها هي قضيه. بص، اولا في هناك شيعة يعني عندهم بعض العقل، وشيعة ليس عندهم عقل. فنحن دائما ما نترأف بالشيعة الذين يتبعون سبل الهدايه، يعني اللي عايز يهتدي. اما هناك من الشيعة من يسب ويشتم ويرفع قنوات الشيعيه التي تسب وتشتم، فهؤلاء ليسوا لنا بقيمة، يعني ليسوا عندنا بقيمة. زين، فكلامنا دائما على هؤلاء وليس الذين يتبعون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والمنهج الصحيح، أو يسعون إلى المنهج الصحيح. أنت ستريدون تهدون الشيعة، لأن أكو واحد يهدي الشيعة يشبه كذب يقول كذب، يعني منطقيا أوكي. أنت عفوا عندكم، أنا اللي دا أتابع أنا شيعي بس مو متعصب. شيعي أصلي صلاتهم، أدعي دعائهم، أسمع شيوخهم، أسمع كل شيء، واحد من عندهم فيهم. بس من لا أجو أقارن أفكر، من قمت شوي أبغى على حضرتك أشوف الطرح اللي جاء، الطرح الإشكاليات شلون إلى حلول، بدأ شوية تفكير يشتغل، بديت أفكر صح، بديت أشوف من 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 أسمع رواية شيخ شيعي يمكن احبه كلش، يقول بليله الاسراء والمعراج لما عرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه ووصل للسماء السابعه سمع صوت علي
بالسماء. والله ليش؟ الله سبحانه وتعالى كلمه بصوت علي، نعرف النبي احب الاصوات يحب صوت علي. قمت احس يعني شغلات مو مترامه، يعني متناقضه كلش، يعني كبر بشخصيه الامام علي بشكل مو طبيعي. توا يعني قربوا لي منزله الالوهيه. للاسف خرافات كتير جدا جدا جدا، يعني الله عز وجل يترك صوت حتى النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم بصوت علي، سبحان الله. وبعدين ما تقول له يعني اليس هذا تقسيم لله وتشبيه لله عز وجل بالبشر؟ طبعا لما انت اسمع لا الشغله الثانيه، نعم، سوره الكوثر، ان اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. ظليت انا هسه عمري 34 سنه كلمه الكوثر معناتها فاطمه الزهراء. نعم. على ما جيت ودورت وما ادري شنو، لا طلع كوثر نهر بالجنه. زين الله سبحانه وتعالى من قال لك انا اعطيناك الكوثر، ايش معنى فاطمه؟ زين ليش مو زينب؟ ليش مو رقيه؟ ليش مو ام كلثوم؟ طب ما ربنا يقول إن أعطيناك فاطمة، ولازم ربنا يقول يعني واي يستعمل التقية، طب ما يقول إن أعطيناك فاطمة، هو اسم من أسماء. نعم أستاذ وليد، أنا كلش أشكرك. أنا البارحة ما اتصلت بك شيء، أنا البارحة قاعد ويا أهلي، أقصد زوجتي وأطفالي، فضل حكيت معهم وهسه أريد نهتدي، هسه أريد نهتدي. الله أكبر الله أكبر الله اكبر. انا وزوجتي واولادي، انا ابني الكبير عمره 13 سنه والاصغر 10 والابنين الصغيره 8 سنين، ذول البارحه انا كلهم قعدت وحكيت وياهم، ويعني من اللي شفته صراحه. الله اكبر الله اكبر. يعني انتم خمسه؟ اخير والمرأة نعم. انتم خمسه؟ خمسه نعم، انا وزوجتي واولادي، الله شاهد على كل كلمه اقولها. الله اكبر الله شاهد، الله اكبر الله. خلينا نسمعكم التكبير. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله اكبر الله اكبر. تفضل يا اخي. اتمنى تدعي لنا بالثبات
أسأل الله عز وجل لكم الثبات، أسأل الله عز وجل لكم الثبات، أسأل الله عز وجل لكم الثبات، وكل الإخوة تدعي لك بالثبات. آمين يا رب. كسبت صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تخسر أحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. عيالك هيتربوا تربية نظيفة، تربية ليس بها شرك، ليس بها قول بتحريف القرآن، ليس بها لطم، ليس بها زحف. سبحان الله. حتى كمان بنتك هتبقى مطمن عليها، مفيش حاجة اسمها متعة، تمارس المتعة من وراك، مفيش حاجة اسمها مش عارف ايه. سبحانك يا ربي، ثبتك الله، ثبتك الله، ثبتك الله. اللهم امين. شيخ وليد، يعني شلون الوضوء؟ شلون يعني انا حسب ما كنت اسمع يا اخي، خذ رقم يعني ان شاء الله، ابعث لك فيديوهات بالصلاة الصحيحة والوضوء الصحيح ان شاء الله. زين، اسال سؤال ثاني، هل للمرأة النية احكام غير الاحكام للمرأة الشيعية؟ هو في بعض الاحكام فيها اختلافات كتير ما بيننا وما بينهم، فاي حكم انت عايزه ان شاء الله تتواصل معايا على الخاص، على رقم الخاص على الواتساب، وان شاء الله عيوني ليك. اللهم امين. انا اشكرك ان شاء الله. رب الميزان. العفو يا غالي، العفو. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله اكبر.